ولمناقشة التطورات والتداعيات في غزة مع تصاعد العمليات النوعية للمقاومة في عدد من المحاور لا سيما في جباليا ودلالات ذلك بعد فشل مفاوضات حل الأزمة قبل أسابيع في القاهرة، ينضم إلينا من عبر الخط الهاتفي من إسطنبول الباحث في مركز أبعاد للدراسات السيد إياد جبر. مرحبا بك معنا سيد إياد. مرحبا بك. أهلا وسهلا، حياكم الله. حياكم الله. إذا الحرب في شهرها الثامن على التوالي دون توقف، دون نجاح للمفاوضات، هناك مقاومة مشتدة وقوية في كثير من المحاور وعدوان متواصل، والسؤال دائما ما يدور عن أمد الحرب التي طالت حتى هذا الوقت ومن المرجح لها أن تطول في الأسابيع والشهور المقبلة. ما هي توقعاتكم بهذا الخصوص؟ أسعد الله مساءكم أخي الكريم والسادة المشاهدين. بالنسبة لاستمرار الحرب من عدمه، أعتقد أن المسألة ليست بيد الاحتلال الصهيوني. الجيش اليوم، هناك تقارير تحدثت عن أن هنالك 4 أشهر أو حتى نهاية العام سوف يمكن أن يكون الاحتلال قد وصل إلى ما أهدافه في قطاع غزة، لكن في حقيقة الأمر الحالة أو الوضع مختلف في قطاع غزة، لأن الاحتلال يعني يواجه مقاومة شديدة سواء في جنوب قطاع غزة أو في الوسط، تحديدا في منطقة وادي غزة، إضافة إلى جباليا ومخيم جباليا في الشمال. بمعنى أن الاحتلال حتى هذه اللحظة رغم مرور نحو 225 يوما على هذا العدوان على قطاع غزة، إلا أن المقاومة ما تزال متماسكة ولا تزال قادرة على إدارة الميدان ولا تزال قادرة على مواجهة العدو في محاور مختلفة. إضافة إلى أن الاحتلال لم يحقق أهدافه، لم ينجح في تحقيق أهدافه المختلفة. هو حقق هدف غير معلن، وهو ربما الهدف الإنساني، الإبادة الجماعية بحق مئات الآلاف أو أكثر من 2 مليون في إنسان في قطاع غزة. فقط هو يبيد ويقتل ويدمر فقط، لكنه لم يستطع أن يحقق تلك الأهداف الآنية أو الأهداف الاستراتيجية، خاصة وأن هنالك صمود في صفوف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. هدف تهجير السكان لم يفلح، المقاومة صامدة، الشعب صامد والمقاومة ثابتة. إضافة إلى أن الاحتلال يواجه خسائر بشكل يومي، هذه الخسائر تؤكد على فشل كل مخططاته وتؤكد على فشل كل الإمكانات التي يحاول أن يوظفها من أجل الوصول إلى الأهداف والمقاومة أو حتى إلى الأسرى الذين سقطوا في يد المقاومة في أحداث 7 أكتوبر. لذلك الحديث عن أمد هذه الحرب متى سوف تنتهي، هذا الأمر ربما يكون صعبا، خاصة وأن الحكومة الصهيونية أصلا، حكومة نتنياهو المتطرفة أو الأكثر تطرفا في تاريخ الكيان الصهيوني، ترى في الحرب هي خيارها الوحيد. بمعنى أن نتنياهو وحكومتهم ليس أمامهم الكثير من الخيارات، بمعنى أن إنهاء الحرب أو إيقاف الحرب في الوقت الراهن هو خسارة. حتى هنالك الكثير من المحللين والخبراء الاستراتيجيين داخل الكيان الصهيوني يتحدثوا بشكل واضح في هذه النقطة، ويعتقدون أن أو يقولون أنه حتى لو بقي فرد واحد من المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة فذلك يعني خسارة استراتيجية. وهذا يدفعنا للسؤال التالي سيد إياد. نعم. عن ماذا، ما هي النتائج التي تود كيان الاحتلال يود تحقيقها من أجل أن يكون قد حقق انتصارا في قطاع غزة على المستوى الإنساني كما تفضلت، والتدمير والتخريب والعبث والإبادة الجماعية؟ يعني هو فعل ما لا يحتمل في الحقيقة، وكثيرا الناس ما تسأل الآن هل ما جرى في 7 أكتوبر يستحق كل ما فعل في قطاع غزة حتى اليوم طيلة 8 شهور؟ ما الأهداف التي يمكن للاحتلال أن يحققها حتى يقول بأنني حققت هذه الأهداف من الحرب وبالتالي توقف هذه الحرب؟ ولا سيما أن المقاومة على ما يبدو أنها استعدت لمعركة طويلة كما قالت في بياناتها في بداية الحرب. إحنا اليوم في الشهر الثامن وما زالت المقاومة متواصلة في كثير من المحاور. حتى لو لم تكن المقاومة ستعلن عن ذلك، فإن معطيات الميدان تقول أن المقاومة فعلا أعدت هذا وكانت تتوقع ذلك بشكل كبير، وإن كانت التوقعات ربما غير واضحة فيما يتعلق بالموقف الدولي والمواقف الإقليمية وحالة
الخذلان العربي والإسلامي والعالمي الذي واجهناه في هذه الإبادة الجماعية. لكن بشكل عام أهداف الاحتلال الاستراتيجية غير المعلنة، وهي المتعلقة أو الذي يحاول أن يحققها، والنتيجة الذي يحاول الوصول إليها، هي تهجير السكان من قطاع غزة، وهذا فشل فيه الاحتلال. كيف فشل فيه؟ هو أنشأ ميناء رفح، ميناء غزة الآن، يحاول من خلال دفع السكان إلى هذه الشريط الشمال الغربي لقطاع غزة من جنوبه إلى شماله، دفع السكان كتل السكانية المختلفة. تلاحظ أن كل الهجوم الآن يكون من شرق قطاع غزة. هنالك تحليل مهم في بداية هذه الحرب كان قد أشار إليه أحد الخبراء الاستراتيجيين داخل الكيان، قال أن هذه الحرب تبدو عبثية، لأن ما يتحدث فيه الشخصيات المتطرفة سواء سموتريتش وبن كبير يتحدثون، وما يتطابق مع معطيات الميدان، إن جيش الاحتلال بدأ الحرب من غرب غزة لو تلاحظ في الأيام الأولى بعد عمليات 7 أكتوبر. لكن لو كانت الكيان الاحتلال يتعامل بشكل هدفي، له أهداف استراتيجية معينة، كان سوف يبدأ بإغلاق معبر رفح، هكذا قيل في بداية الحرب. هم الآن بدأوها في آخر الحرب، والسبب في ذلك في تصوري أنه بيحاولوا هم أن يحققوا ما سعوا إليه خلال الإبادة الجماعية، بمعنى أنهم استغلوا أحداث 7 أكتوبر لارتكاب المزيد من المجازر بحق السكان في قطاع غزة. بمعنى نحن نتحدث عن حربين، حرب على السكان وعلى الحالة المدنية الفلسطينية، وحرب ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وهذا واضح للجميع. لذلك هو الآن يحاول أن يحقق نتائج من خلال ذلك، من خلال الوصول إلى دافع السكان بقدر كبير إلى الهجرة خاصة وأن أو إلى التهجير خاصة وأن هنالك إشكالية ديموغرافية يواجهها الاحتلال مع الشعب الفلسطيني. نتحدث عن تفوق ديموغرافي على مستوى السكاني في الأراضي الفلسطينية للشعب الفلسطيني. نعم. ضد الاحتلال بالأرقام. لذلك الاحتلال وخصوصا هؤلاء المتدينين أو المتطرفين الذين لا يستطيعون أن يقدموا للشعب الصهيوني وللمجتمع الصهيوني أي نجاح خلال هذه الفترة. على ذكر ذلك كثيرا ما يقال بأنه إسرائيل أو الكيان الصهيوني بعد 7 أكتوبر ليس كما قبله، وهناك انقسام حاد الآن يزداد مرة جديدة داخل الكيان الصهيوني، ومؤشرات انهيار هذا الكيان تبدو أكثر وضوحا أو المشروع الصهيوني كله من أي وقت مضى، منها هذا الانقسام الحاصل، منها عدم قدرة الجيش على حسم الأمور. تخيل أن الجيش في جغرافيا صغيرة وفقيرة ومحاصرة لم يستطع حسم الأمر حتى الآن. ولذلك السؤال عن الكيان وعن الذي يهرب منه نتنياهو هو اليوم التالي بالنسبة لهذه الحرب، يبدو أنه سيكون يوما قريبا، وبالتالي ستتأثر الشأن الداخلي، يتأثر كثيرا بهذه المسألة. قبل أحداث الأخ الكريم، قبل أحداث 7 أكتوبر كان الكيان الصهيوني يواجه أزمة واضحة. هذه الأزمة متعلقة بطبيعة النظام السياسي داخل الكيان الصهيوني. هذه الأزمة ربما اعتقد الكثيرون أن أحداث 7 أكتوبر سوف تخفف من حدة هذه الأزمة، خاصة وأن نتنياهو استطاع أن يشكل حكومة واسعة ومجلس حرب بالاتفاق مع قيادات المعارضة على سبيل المثال جانس وآخرين. لكن الفشل في هذه الحرب والفشل في تحقيق أهداف هذه الحرب على قطاع غزة عمق من طبيعة هذه الأزمة. وأنا أعتقد أن الحركة الصهيونية والمؤسسة العسكرية والأمنية داخل الكيان الصهيوني تدرك ذلك بشكل كبير، وهذا تسبب إلى حد كبير في حالة الانقسام، بمعنى أن نتنياهو لا يحارب على الجبهة وحده، لا يحارب، لا يقوم بالهجوم على قطاع غزة ويوجه الجيش بشكل منفرد. هنالك أطراف دولية، هنالك حركة صهيونية تدفع من الخلف، لا ترى، لا نستطيع رؤيتها بشكل واضح، ولكن هي من توجه سواء السياسة الخارجية الأمريكية أو حتى الحكومة الصهيونية، خاصة أنه أن الجميع يدرك أن الكيان الصهيوني في حال توقفت الحرب بأي شكل من الأشكال فإن الخلافات الداخلية سوف تكون العامل الرئيسي أو المحرك الرئيسي داخل الكيان، أو سوف تظهر بشكل واضح، خاصة وإن جانس أمهل نتنياهو وحتى 8 يونيو المقبل، وذلك لأن جانس يدرك تماما أن الكنيست الإسرائيلي سوف ينعقد خلال هذه الأيام، وأنه يحاول أن يكسب حالة الزخم
الواقع داخل الكيان الصهيوني، لكن حتى إن كان الأمر كذلك وحتى إن كان جانس وانضم إليه مؤخرا جالنت وسابقا إيزنكوت وآخرين، إلا أن ذلك لم يصل إلى المستوى حل الحكومة حتى هذه اللحظة. نعم. لأنه لو حاولنا نقارن بين الشروط أو النقاط التي وضعها جانس وما يطلبه نتنياهو، سنلاحظ أن الطرفين لم يقدما حلول عملية لليوم التالي للحرب، بمعنى أن نتنياهو كان دائما يتحدث أنه يريد إطلاق سراح الأسرى ولا يريد حكومة في غزة، حتى جالنت بنفسه قدم 4 خيارات سابقا قبل نحو شهر ونصف أو شهرين، 4 خيارات للتعامل مع غزة. كل هذه الخيارات سماها أو أطلق عليها اسم الخيارات الأسوأ في قطاع غزة، وكان أسوأها بقاء حكم حماس. نعم. لكن كل الخيارات تحاول أن تستثني وجود حكومة فلسطينية مستقلة، وجود دولة فلسطينية. نعم. وكان أيضا قدم نفس ما يقول ما يتحدث عنه نتنياهو، وحتى الرئيس الأمريكي بايدن حينما ننظر إلى تصريحاته وآخرها اليوم تعليقا على قرارات المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية، قال تحدث بنفس المنطق، إطلاق سراح الأسرى ووقف الحرب. نعم. واستبعد أو تجاهل وجود شكراً. دولة فلسطينية. نعم. بمعنى أو استبعد أو تجاهل وجود شعب فلسطيني. نعم. يعيش على الأرض وله حقوق كاملة ودولة كما هو دائما الموقف الأمريكي. شكرا لك سيد إياد جبر، الباحث في مركز أبعاد للدراسات، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.